ايه حاج انتل، مش كفايه عليك كده؟ خلينا بقى نجرب ايه حاجه جديده بقى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اسمي احمد من قناه التيك شوب. القناه بتاعتي قناه المفروض ان هي هتتناول حاجات ليها علاقه بالجيمينج سيت اب، البنش مارك بتاع الجرافيك كارد، بتاع البروسيسورز. هعمل مثلا انبوكسنج للحاجات الجديده اللي بتنزل، الجرافيك كارد والبروسيسور الجديده اللي بتنزل، تمام. برضو بنش مارك للجرافيك كاردز مع الجيمز اللي بتنزل الجديده، الاداء عامل ازاي. فالقناه بتاعتي هتبقى ان شاء الله قناه ليها علاقه بالجيمنج، تمام. برضو مش الجيمنج بس، الحاجات اللي انا بعملها بتبقى حاجات برضو للناس اللي بتستخدم الكمبيوتر بتاعتها في الديزاين. فان شاء الله يعني هتبقى القناه ليها شامله اي حاجه ليها علاقه بالكمبيوتر. يعني انا عندي بيج على الفيسبوك وعلى الانستجرام، هسيب لكم اللينكات بتاعتهم تحت، اللي عايز يخش يشوف البيج دي. البيج دي انا بحط السيت ابس اللي انا بعملها، تبقى الناس تطلب مني ان انا اجمع لها اجهزه وكده. فالنهارده هتكلم عن تجميعه شخص طلبها مني، عايز جهاز جيمنج، وفي نفس الوقت الجهاز الجيمنج ده مش جيمنج بس، هيستخدمه كمان بيعمل بيه بروسيسنج، يعني بيعمل جرافيك ديزاين وفيديو اديتنج وحاجات زي كده يعني. فطبعا انا قبل كده كانت الناس كلها لما بتيجي تاخد مني اجهزه كنت برشح لهم الانتل، تمام. بس حاليا يعني الجيل الجديد من الاي ام دي الرايزن 7 ممتاز جدا، وانا يعني قلت له ان هو يستخدمه احسن، يستخدمه في الجهاز بتاعه احسن من الانتل، فرشحت له الرايزن 3700X، تمام. ورشحت له ان هو هيستخدم 16 جي بي رام من كورسير، تمام. وطبعا الجرافيك كارد، انا الجرافيك كارد اللي معايا ده اللي عملت بيه البنش مارك واللي هوريكم النهارده هو ال RTX 2080، بس هو حاليا يعني 2080 سوبر هو اللي موجود في السوق بنفس السعر. فاللي هيعمل، اللي عايز يعمل نفس التجميع دي خلاص ما يجيبش RTX 2080، يجيب RTX 2080 سوبر، تمام. طبعا الباور سبلاي هتاخد اي حاجه فوق ال 500 واط. يعني في طبعا في ويب سايت هحط لكم اللينك بتاعه بيحسب لك الباور اللي بيحتاجه الجهاز بتاعك. فانا الباور سبلاي ده اللي هو الثيرمال تيك 700 واط، ده برده ممتاز، عمل جربته كتير جدا يعني واداؤه ممتاز، تمام. المذر بورد اللي هي MSI X570، دي مذر بورد برده ممتازه، ودي ارخص حاجه في المذر بورد اللي موجوده، برده هحط لكم اللينكات بتاعه الحاجات دي موجوده في الديسكريبشن بتاع الفيديو. السيت اب ده تكلفته سعره بالدولار 1550 دولار تقريبا، يعني طبعا الاسعار بتتغير مع الوقت، تمام. والاسعار دي في امريكا يعني طبعا لو انت في بلد تاني يبقى في شحنه والحاجات ده، لازم تستخدم طبعا SSD، اي سايز بقى 250 ولا 500 جي بي، تمام. فدي التجميع اللي انا عاملها، هوريكم دلوقتي القطع شكلها هيكون عامل ازاي وشكل الجهاز النهائي هيكون ازاي، وبنش مارك الفي راي بنش مارك ده عشان البروسيسور نفسه، وفي البنش مارك الثلاث العاب انا عملت لهم بنش مارك جي تي اي وباتل فيلد واساسن كريد، تمام. خلينا نشوف ونشوف رأي النهائي في الجهاز هيكون عامل ازاي. Hey!
شايفين يا جماعة الكولر بتاع الـ AMD RGB أنا شايف البرفورمانس بتاعه صراحة كويس يعني، ودي من أحد مميزات الـ AMD إن هي بيجي معها كولر يعني. تمام، درجة الحرارة بتاعته كويسة لما من غير اوفر كلوكينج بيوصل 65 درجة لما يكون البروسيسور 100% يوزج يعني في البنش مارك والحاجات دي، فأنا شايف الأداء بتاع الكولر ده ممتاز. تمام، أنا برضو بستخدم معاه الجريزلي ثيرمال بيست، ده ممتاز، ده أحسن حاجة أنا جربتها، أنا جربت حاجات كتيرة جدا يعني، ده أحسن حاجة وبيفرق جدا جدا يعني في درجات الحرارة يعني. تمام، فأنصحكم يعني اللي عايز يقلل درجة الحرارة الكولر بتاعه، درجة الحرارة البروسيسور بتاعه، يستخدم الجريزلي يعني إيه الثيرمال بيست. خلينا نتكلم دلوقتي عن التلخيص يعني. انا شايف ان AMD الجيل الثيرد جنريشن صراحه ممتاز، وفي ناس كتيره طلبت مني تجمعات ان انا اعمل لها تجمعات بالAMD الثيرد جنريشن مقارنه بقبل كده يعني، كان قليل جدا لما حد بيطلب مني حاجه يعني من AMD. اللي هتكلم عن المميزات، اول حاجه ان هو بيجي معاه كولر. تمام، يعني خلينا نتكلم عن السعر. السعر لما تشوف AMD والانتل ان هما نفس الحاجه يعني، انا بستخدم هنا اللي هو 3700X AMD رايزن 7، لو قارنته باللي زيه يعني في الانتل اللي هو الاي 7 9700K، AMD ارخص بحوالي $20. في نفس الوقت الانتل مش بيجي معاه كولر، ده AMD بيجي معاه الكولر ده. تمام، والبرفورمانس زي ما قلنا بتاعه كويس جدا يعني. لو انت عايز تعمل اوفر كلوكينج ودرجة الحرارة بتاعتك اكتر من كده، ممكن تجيب بقى كولر، في كلتا الحالتين هتضطر ان انت تجيب كولر، ليكويد كولر يعني. تمام، فده بالنسبة لموضوع الفلوس، ان زي ما قلنا AMD ارخص. الحاجة التانية AMD البرفورمانس بتاعه في الجزء بتاع البروسيسنج احسن بكتير جدا من الانتل. الناس اللي بتعمل ديزاين، الناس اللي بتعمل ريندرينج، الناس اللي مش بس بتعمل جيمينج يعني، مش بتلعب جيمز بس على الكمبيوتر يعني، بيجيب الكمبيوتر عشان مالتيبل تاسكس يعني، عايز يعمل ستريمينج، عايز يعمل ستريمينج مع جيمينج، اي حاجه بتحتاج بروسيسنج كويس، AMD طبعا هو نمبر 1 دلوقتي حاليا يعني. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه للجيمينج، انا شايف ان الاداء بتاعه ممتاز جدا في الجيمينج مقارنه بالاجيال القديمه، مقارنه دلوقتي بالانتل حاليا. هو طبعا الانتل اقوى، بس بجزء بسيط جدا يعني، فرق حاجات ما تذكرش يعني مثلا اقصى حاجه ممكن يبقى تشوفها ديفرنس يعني في بعض الجيمز بس اللي بتحتاج بروسيسنج، بتعتمد شويه اكتر على البروسيسنج يعني، زي مثلا اساسين كريد او باتل فيلد او الحاجات دي، دي بتعتمد في جزء كتير من البرفورمانس بتاع اللعبه على البروسيسور، فدي بيكون فيها فرق ممكن ماكسيمم يعني 10 يعني 10 FPS. تمام، طبعا الفرق ده بيقل لما تزود الريزوليوشن بتاع اللعبه يعني، لو انت اللي بيلعب على 1080p غير اللي بيلعب على 2K غير اللي بيلعب على 4K، كل ما تزود الريزوليوشن كل ما البرفورمانس الديفرنس يقل. تمام، فانا شايف ان AMD افضل من ناحيه ان اصلا انت بتقارن الفلوس بالبرفورمانس. تمام، فالفلوس بالنسبه للبرفورمانس انا شايف الانتل AMD دلوقتي افضل بكتير. تمام، وحتى الفرق في الجيمنج مش الفرق اللي زي كان موجود قبل كده، بتبقى في فرق كبير، فانا اقول لك لا في فرق كبير في البرفورمانس يعني، لكن في الجيمنج انا شايف ان هم صراحه ممتاز جدا. طيب الحاجه الثانيه، لو اتكلمنا عن المذر بورد AMD حاليا اللي هو الثيرد جنريشن، في المذر بورد الموجودة بالنسبة له اللي هو X770. X770 فيها ميزتين مش موجودين في اي لا في الانتل ولا في الرايزن القديم اللي هو مثلا X470 او كده، اللي هو ان الرام هنا ماكسيمم في اي مذر بورد من X570 الماكسيمم رام 128 جي بي يعني. تمام، مقارنة بالانتل ماكسيمم اللي هو 64. الحاجة التانية ان ده بيسابورت PCIe 4 اللي هو الـ X570،
في اي حاجه من يعني الجرافيك كاردز الجديده اللي النكست جينيريشن يعني من الجرافيك كاردز هتشتغل على البي سي اي 4، فطبعا البرفورمانس بتاعها احسن. كمان الاس اس دي والحاجات دي اللي هي هتبقى برضه بتشتغل بي سي اي 4، نقل الداتا عليها السبيد بتاعه الريد والرايت هيبقى اعلى بكتير يعني من الحاجات التانية. فملخصا كده انا شايف لو انت عايز جهاز جيمينج بس مش تعمل اي حاجه عليه غير الجيمينج، تمام، ممكن تجيب انتل، تمام، حتى مش لازم تجيب اي 7 او حاجه، انت حتى لو جبت اي 5 بالنسبه للجيمينج ممتاز يعني، تمام. لكن انت عايز تعمل جهاز تشتغل بيه على اي حاجه، تشتغل بيه جيمينج، تشتغل بيه ديزاين، تشتغل بيه اي حاجه، تعمل ستريمينج وانت بتلعب جيمينج، اي حاجه. فالايم دي حاليا انا شايف ان هو صراحه بالنسبه للسعر بالنسبه للاداء هو احسن حاجه دلوقتي في السوق. ناس كتيره دلوقتي بتطلب تجميعات من مني يعني، بعمل لها اجهزه ام دي وهو الناس مبسوطين جدا يعني، وشايفين ان هو دلوقتي في منافسه فعلا يعني بين انتل وام دي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل سبسكرايب وشير مع الناس اللي تعرفها يعني. عندك اي سؤال برضو حط لكم في الكومنتات يعني، وانا ان شاء الله هرد على الاسئله يعني. انا ان شاء الله يعني كل فتره هعمل فيديوهات على حسب التجميعات اللي بتجيني او الحاجه اللي موجوده عندي، هعمل تجميعات وبعمل بنش مارك وحاجات زي كده يعني. ولو عايز تشوف الحاجات دي ان شاء الله يعمل لي سبسكرايب يعني، وتبقى متابع الحاجات دي يعني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.